مساء الخير مشاهدين تلفزيون الكويت واكيد مشاهدين برنامج لموده. اليوم طبعا لازم اول شيء امسي على زميلاتي ساره وزميلتي موضي. شلونكم؟ اهلا، تمام، شو اخبارك؟ الحمد لله. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير شيخه وموضي، شلونكم؟ جود، الحمد لله بخير. شنو عندنا اليوم؟ شوفوا، اليوم انا وايد متحمسه للحلقه لان اليوم حلقتنا راح تتكلم عن الفاشن وعن الحقبات الزمنيه والفاشن وكل حقبه شو تتكلم عنها، فانا وايد متحمسه. انتم متحمسين؟ اكيد اكيد. منو ما يحب الفاشن؟ اكيد. موضي، انت اسئله سريعه، متحمسه حق الحلقه؟ فقرتي اسئله سريعه اكيد، فراح تعرفين، خلينا نقدر نقول تيبس اند تريكس عن الموضه. يس، معاها، فانا وايد متحمسه. خلينا نشوف، خاصه راح تعرف اكثر عن ضيفتنا، فمع هذا نشوف البرومو ورادين. الحين السلام عليكم، معكم فاطمة فاضل، مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. من هواياتي أحب القراءة تقريباً، يعني قاعدة أخلص كل أسبوعين، قاعدة أخلص كتاب واحد تقريباً. يعني أحب الكتب الإنجليزية أكثر. من هواياتي بعد السباحة، وايد أحب السباحة. أحب القهوة، وايد أحب القهوة، يعني ما عندي وقت معين أني أشرب القهوة، وما عندي مانع أني عادي أشربها وأحط راسي وأنام. يعني عادي. أحب الأكل الصحي، ما أحرم نفسي، عمري ما دخلت بمصطلح الرجيم أو الدايت، هذا ما يمشي عندي، دائما عندي الاعتدال والتوازن. أشرب ماي وايد، وأحب الفاشن، عندي وايد شغف كبير بالفاشن، وأكثر فترة أحبها بالفاشن أحب السبعينات، بس استايلي ألقى أكثر بالثمانينات. عمري 35، مواليد 87، برجي الحوت، مسالمة، ما عندي الحمد لله أعداء، دائما أحب أوصل حق نقطة التصالح مع الذات. بالفاشن ما عندي ألوان معينة، أحب كل الألوان، بس ما أحب درجة الورديات، يعني الوردي ما أحبه. جسمك كوفي زاليبيان، إن شاء الله تكونوا بصحة زينة وأتوتلغ. أشوفكم بعد شوي برنامج لموت. ورجعنا معاكم مشاهدينا. تحبين الناديج فاطمة ولا أتوم؟ اللي يريحكم. وش معنى أتوم؟ زين، أتوم، شوفي للأمانة أنا لما يعني سميت اسمي أتوم، ممكن لأن إحنا بالكويت متعودين إن فاطمة أو فطوم من قالها شو مثل أتوم أتومي شيء كذي، فرفيجاتي دائما أتوم أتوم، فأنا يعني لما سميتها يعني إن رفيجاتي، عرفتي؟ يعني إن ما كان غصدي شيء، بس إن فاطمة ينادوني أتوم، عرفتي؟ بس فما عندك أي مشكلة، حتى لو شفتي ناس صدفة ما تعرفين أنا دوتش أتوم عادي. اصلا حتى الناس كلها ينادوني اتوم من اكثر شيء. اتوقع يمكن الحين وصل مرحله تستنكر اذا قالوا لها فاطمه. اي تصدقين ترى صح، ما راح تقولهم ها كذي، يعني عرفتي؟ صد. بس اي يعني خلاص ما ادري الاسم يعني خذا، عرفتي؟ يعني ما ادري، حسيت ان هذا اسمي هو، يعني اتومونه نيك نيم كانه هو اسم يعني. انزين فاطمه، بالبايو لاحظتك كاتبه ميد ان فاشن، وايد حبيت الكلمه اللي انت كاتبتها او الجمله، بس ابي اعرف شنو تعني لك الموضه من عقب هالجمله اللي انت كاتبتها. شوف الموضة، يعني أنا دائما أقول لهم الموضة يعني عالم بروح، ثقافة بروح، يعني في وايد مصطلحات، في وايد يعني مسميات، في وايد أنواع استايلات داخلة يعني. فأنا ما سميت يعني ميد إن فاشن، فيعني أحس إن يعني إنه جزء كبير من شخصيتي، يعني إن لقيت نفسي وايد بالعالم هذا، عرفتي؟ فعشان شي صرت إنه ميد إن فاشن. بما أنا قاعد أسولف عن فاشن، ستايلك يمكن شوي كاسر أكثر على ترينينج، على فلات، صح؟ ايش معنى شنو هذا الستايل انت تفضلينه اكثر ولا؟ لا، لان هو الفاشن يعني دائما اقول الفاشن مو واحد زائد واحد يساوي اثنين، الفاشن دائما يعني لما تشوفونه، لما تتعمقون داخل هالعالم، في وايد مصطلحات داشه فيه. يعني مثلا ما البس يعني مثلا بنطلون رياضي مع كعب او مع بوتس مثلا، فانا قاعد مثل قاعد اعطي نمط او مصطلح بالفاشن يسمونه ستريت ستايل او الاثليجرز. الاثليجرز زي دائما هو كوميكس بين الكاجوال والكلاسيك، او بين السبورت والكلاسيك يعني. فأقول لهم يعني الفاشن فيه ثقافة، مو أوكي. إنه بس يعني شيء خلاص إنه واحد زائد واحد، قاعدة أيوه، ما في قاعدة ثابتة بالفاشن، أيوه صح. فعشان شيء أقول لهم يعني في مصطلحات، فأني لازم تعرفون هذه المصطلحات إذا فعلا تحبون الفاشن، يعني عرفتي؟ صح. فعلشان كذي يعني إنه مو إنه هذا شخصيتي، أنا دائما أحب أطلع خارج الصندوق. أيوه. زين فاطمة، أنا من عشاق النظارات، يعني نادر تلقى لي بوست اساسا مو لابسه نظاره فيه، ولاحظت هالشيء هم فيك. فشلون او شنو المهم عندك بالنظاره، وشلون ممكن تبرز اللوك؟
شوف النظارة أنا بالنسبة لي إكسسوار وايد مهم صح بالفاشن وايد، لدرجة إن حتى الحين عروض الأزياء الرنويز قاعد يطلعون عارضاتهم لابسين النظارة صح. يعني فهي إكسسوار وايد مهم. أنا بالنسبة لي أحسها يعني فيها رزة، فيها تعطي تحسين يعني اللوك يكمل بالنظارة. أحس إنه كذي وأحس نفسي يعني ضايعة صراحة من غير النظارة. تعرفين مرات تقولي أنت ضايعة من غير جنطة، أحس نفسي أنا ضايعة من غير النظارة. صدقينها وايد أحبها. صح. إيه يعني وايد وايد أحبها يعني. زين شلون تختارون قصة النظارة بما إن أنتوا عشاق النظارة؟ فأبي كل واحدة تقولي شلون تختارون القصة تكون. أنا بالنسبة لي أحب النظارات الكبيرة، أحب تغطي كذي هذا الجزء. أوكي. يعني عادي أي نظارة كبيرة تمشي معك، بس ما أحب اللي تكون الإطار اللي الملون، عرفت أصفر برتقالي كذي لا، يعني أحب ممكن أبيض أسود بني أو تكون من غير إطار. يعني أحب خصوصا تكون الكبيرة، عرفتي؟ أنا بالنسبة لي قبل لما كنت أسمن شوي كنت أحب النظارة الكبيرة، خصوصا ما كان شعري طويل كان يلوق علي النظارة الكبيرة واللي تصير على شوية كات آي، بس الحين مع شعري كلش مو حلوة، فأفضل النظارات الغريبة الصغار القصات اللي I'm not used to it. أي. أحب الأشياء ترند يعني. إيه أحب أي. الأشياء اللي نادر إنك تشوفينها، يعني أحب اليونيك بيسز بالنظارات وايد. أتم مرحلة هذه فاطمة عشان شوية تكون على طبيعتها. أوكي. لاحظت موضوع الهيلز واللون الغريب اللي بالهيلز. يعني كل البوستات رأي فصلت أكاونتها. أي. البوستات أغلبها أو إذا مو كلها الهيلز يكون لون بوب او ان لون غريب، فشنو السر؟ يمكن شوف لاني وايد احب انت بكرامه الاحذيه وايد احبها، ودائما يعني شوف انا يعني حتى انا مثلا يعجبني مثلا شوز اشوفه عجبني تالي بعدين اركب على اللبس، عرفتي؟ انا دائما عندي هذا العكس يعني لاني وايد احب الشوز، فيعني دائما واحب ان يعني مرات تحسون فيها يعني كرياتيف بالشوز نفسه، تحس مثلا الكعب مثلا على شكل ورده مثلا او الكعب مثلا على شكل، احس الموضوع يصير اكثر في جراءه انه مو اي احد يقدر يلبس هذا الشيء. فاي فالشوز هو نفسه فيه كرياتيف يعني فيك يعني، فاذا انت يعني فالانسبو نقدر نقول يج من الشوز. ايوه اي صح اي حلو فشجع، أنا وايد أحبهم بحافظ عليهم أحافظ عليهم، لدرجة أن حتى تخيلي مو تشترين أنت داخل تشيس دايلون وداخل الدست باق لا شكلهم داخل الحين كبتي عرفت يعني ما طلعهم من التشيس أو من اللايلون أو إن أحب وايد أحافظ عليهم. إذا لاحظنا ليتي إن الحين الترند أكثر شيء تنورة الماكسي. أكيد. أوكي. تنورة الماكسي قاعد أشوف تنورة الماكسي. فتحسون متى الوقت المناسب أكثر؟ يعني أو هل تحسين أنها تمشي مع الكل تنورة الماكسي؟ تنورة الماكسي رجعت يعني كترند، رجعت بالسيزن اللي طاب بالفول وينتر بالخريف وشتاء، ورجعت مرة ثانية بالسبرينج سمر اللي توه كان شهر 9 للسيزن بالفاشن، رجعت وايد لأن يعني هي يعني ستاندر بالفاشن عرفتي يعني خصوصا الدنم ترى أيوة الدنم أو أن التنورة اللي تكون مثلا حتى الستان وايد رجع الحين اللي تكون فيها مثلا قصات عرفتي يعني وايد رجعت الحين التنورة يعني، فيعني هي قطعة أساسية بالفاشن يعني حالة حال البنطلون حالة حال البليزر جاكيت التنورة عرفتي يعني مو شيء مثلا مشتق من شيء عرفتي، لأن هي قطعة أساسية بس إنه تطلع بأكثر من ستايل أو أكثر من خامة أو قصة يعني، بس أنا بالنسبة لي وايد أحبها تناسب أنا يعني أنا شخصيا أحسها تناسب الكل متحجبة ومتحجبة صغيرة بالعمر كبيرة يعني أحسها يعني تناسب الكل يعني ما أدري حلوة أحس تعطي يعني صدق تشوق يعني إيه؟ تعطي لوك غير شوية صح وأحسها شوية لوك فنتج صح لأن قبل كانوا أغلب الأشياء طويلة خصوصا أن قبل ترى نادر أحد يلبس بنطلون بنطلون إيه؟ كانوا كلها تنانين فكان يا قصيرة يا طويلة يا مكسي يا واتأفر فصير وايد من أيام إذا بنقول ستايل الروكوكو ماري أنطوانيت اللي كانت تنانيرها المنفوشه الفول ايوه المنفوشه وكذا يعني ليه فتره العشرينات يمكن بعد ترى يمكن بعد الحرب العالميه الثانيه ممكن الناس قامت لا انه شوش يعني تشيل التنوره عرفتي ايه؟ بس انه لا ستيل يعني هي شيء وايد ثابت بالفاشن يعني، بس شوف في ناس يحي ما يحبونها فتقول لا ما اعرف اصلا ما اعرف امشي فيها يمكن ما يتقبلون نفسهم لا ما اعرف متعودين عليها اي وتقول ما اعرف امشي فيها اقول ايش تقول والله مستحيل ما اعرف اطيح واعيد اسمع الكلمه اقول بس حلوه اذا تعودت عليها حلوه يعني. فبما ان شوي قاعد نسولف ميول على الفاشن والستايل لاحظنا ان انت شويه مختبسه في بوستات اميره ديانا بالستايل فايش معنى اخترتيها؟ شوف اول شيء يعني اميره ديانا انا بالنسبه لي وايد قريبه من شخصيتي وايد احس تمثلني بوايد سواء من ناحيه الستايل من ناحيه البساطه التفرد فاحسها احسها وايد تشابهني بالستايلات عرفت يعني سبحان الاختبار ترى صار صدفه لو ترى ما شريت شيء يعني والله كل الملابس اللي
شفتها هي كل الاقتباسات اللي خليتها من ديان هي موجوده بكبتي حتى لو كنت تشوف شلون الصدف يعني لان حسيت هي ان اقرب لوك حقك هي صح فقلت والله حتى يعني فتحت كبتي استغربت انه يعني نفسي نفس اللبس فقلت انه هذا عندي هذا عندي فاركب عرفتي فلا هي صراحه من الشخصيات اللي وايد بالفاشن مذكوره وتنذكر لليوم تشوف ايش كثر صار متوفي يعني 27 سنه تقريبا بس لليوم تعتبر يعني ايكون بالفاشن ما في اختلاف انه على ستايلها يعني بس في ناس يحبون ستايلها في ناس لا عرفتي بس انا وايد اي حيل وايد احبها زين فاطمه السبورت ستايل خلينا نتكلم عنه شلون البنت ممكن تختار السبورت ستايل اللي يناسبها سواء متحجبه او سفور شنو تحسين القاعده اللي حق هذه وحق هذه ما في قاعده اهم شيء انه يكون يعني يتناسق الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت هذا اهم شيء تبي تلبسينه مع بوت مع فلات مع جوت رياضه عادي بس اهم شيء انه يعني يناسب عرفتي يعني يناسب خلينا نقول يكون في بالانس في توازن ايوه المكان اي والجسم يكون في بالانس يعني الجزء اللي فوق مع الجزء مثلا اللي تحت عرفتي بس حلو انا دائما اقول لهم دائما رقم طلعوا خارج الصندوق بالفاشن دائما يعني ستريت ستايل او الاثليجرز يعني الستايل وايد حلو حلو بس ممكن هم بعد ممكن اللي يحبه بس انه حلو انكم تجربونه اكيد فحلو بالعكس وايد انا وايد احبه فاطمه راح نسولف اكثر عن التصوير والشهره شنو كانت بدايتك كالصوره البدايه قصتها شنو ما اذكر للامانه اول صوره بس اذكر انه ما كنت مرتاحه بالجلسه يعني كان شيء جديد علي ما كنت مرتاحه ما كنت اعرف زاويه اي زاويه احلى من الجسم مرات لما تصورين ما تحسين يعني تحسين يمكن يمين احلى من اليسار صح بس اللي اتذكر ان يعني طلعت نتيجه بعدها حلوه بس حزتها ما كنت مرتاحه فيعني شنو قصتها بالضبط صارت كذي يعني صارت كأنه كان بخاطرني اصور ايوه اي وصدفه اني كنت مع اختي وكذي يعني وصورنا عرفتي اي بس بعدها لا شوي خلاص قمت لا اخذ على التصوير قمت اخذ على الكاميرا قمت احبه هو سبحان الله مع التعود الواحد يتاقلم صح أكيد. ايوه تاقلمين خلاص عارفين اي صح اي زين فاطمه أكثر شيء أنا بالنسبة لي وأكيد كل الأوادم يجذبنا بالبروفايل إنستغرام أن جودة التصوير نوع المصور كل صورة لها قصة كل صورة لها ثيم صح. فلاحظت هالشيء بأكاونتك فشنو الشيء اللي خلينا نقول فاطمة تحرص عليه أنه يكون بالفوتوشوت أهم شيء أن المكان يكون لايق مع لبسي هذا أهم شيء والشيء الثاني أنه يعني اللبس نفسه مثل ممثل ستايل معين أو مصطلح يعني معين بالفاشن أحب أنه حتى المكان يكون لايق عليه وأنه يومي كله يعني مثلا من الصبح ليه مثلا بالليل أنه مثلا هاللبس مثل يومي كله عرفتي أنه مو مثلا فترة صورت فيه وبعدين خلاص لا أنه يكون عايشته عايشة اليوم هذا مع هالستايل هذا تدرين أن أنا عادي جدا أن أكسر هالقاعدة يعني ساعات أكون لابسة مثلا درس ايه؟ بس بروح أصور بمكان ستريت ستايل أيه. بس تحسين هذه الكسره الناس راح يصير فيهم راح تستفز الفولورز فانا دائما افكر بهالشيء اني انا استفز الفولورز انهم يشوفون شيء جديد مو لازم انا بالنسبه لي انه مثلا اذا لبست درس لازم انا اصور مثلا بمطعم ولا اصور مثلا بعشاء ولا اصور شيء فعادي يعني توا في اكونت بانستغرام وايد شدني مصورين تعرفون محلات المباركيه القدم اللي وين شاي حليب وين كذي تخيلوا ان الفوتو شوت هناك فصار فيني اتس ا نايس انسبو راح اروح اقلدهم لانه out of the box صح. بالمكان صح. باللوكيشن ساعات يخدم صح. همن الاوتفيت صح شو انا وايد جربت اماكن بالكويت وصورت باماكن وايد يعني وايد عرفت يعني واروح اماكن غير المباركيه وايد في اماكن انا اروح لها بس اهم شيء ان تمثل ستايلي عرفتي يعني تمثل يعني مثل ما قلتي هذا ستريت ستايل لازم مثلا يكون مثل لبس مقارب حق الستريت ستايل مثلا عرفتي يعني فاحب انه يعني لبسي اختار عليه اللوكيشن او العكس مرات اللوكيشن اختار عليه لبسي عرفت هو دائما حتى التراديشنال بليسز او الاماكن شويه تكون غريبه او قديمه تكون احلى في الصور صح صح. مهما شنو ما كنت لابسه ايوه صح ايوه شنو كنت لابسه بس أكيد. المكان فيضيع انت شنو انا في فايب ايوه طافه بيضة مثلا ولابسه فطبيعي التركيز بيصير على لبسك صح. بس لما تصورين مثلا بمكان مثلا فينتج او شيء مثلا عكس لبسك فتضيع فالصوره كلها تحسينها تصير متجانسه عرفتي فيصير في شيء كرياتيف لاحظنا في محتوى اكاونتك ان عندك لقطات من العشرينات لل 2000 فشنو يختلف بهالفتره بالفترتين كل فتره عن الثانيه قصدك اوكي شوف اذا بنتكلم عن العشرينات كبدايه كانت مثل ما تو ذكرنا ان كانت وايد دريسات موجوده نفانيف موجوده بنطلونات ما كان الكل يتقبلها عرفتي
بعد هذه فترة العشرينات كانت شوية وايد صعب، حتى ديزاينر لما كانوا مثلا يطلعون من أشهرهم يعني كوكو شانيل لما طلعت مني وايد حاربوها. أي. فكانت فترة وايد صعبة العشرينات. ندش على الثلاثينات، الثلاثينات يعني كبداية شوية صار في التقبل، بس لا وايد كان ستايل الكلاسيك الفيميني يعني شوية اللي كانت الأنثوي أكثر، عرفتي. بعدها ندش على آخر الثلاثينات بداية الأربعينات حرب العالمية الثانية صارت. شنو بعد الحرب العالمية الثانية فترة الأربعينات وايد صار فيه ستايل شوية الرجالي، لأن شنو النساء كانت تشارك بالحرب العالمية الثانية، فصار طلع ستايل الجمسوت، ستايل بنطلون طلع أكثر، ستايل العمال اللي هو الجاكيت مثلا الأوفر سايز أو البامبر جاكيت نفس ما أنتي لابسته يعني، عرفتي. فهاي طلع بالأربعينات يعني كفترة. الخمسينات كانت ستايل اللي وايد كانت تعرفون فيلم غريس اللي مال كان جون ترافولتا الدريسز، ايوه الدريسز الغنائي، الفيلم الغنائي. أيوة. يعني ستايله كان وايد الخمسينات، كان وايد شويه ضيج، كان شويه اللي كان وايد ستايل الفنكي الخمسينات. أي. كان في كلاسيك بس هم مني قام شويه الجرأة لا كان بالالوان تطلع. ايوه أي. بالالوان. ستينات مني لا صار شويه النفانيف كسرت، صارت لي فوق الركبه. سبعينات ندش سبعينات ما يصير ما نذكر جاكسون فايف. yeah, ستايلهم شارلستون، ستايل اللمعه، ستايل الميتاليك. الثمانينات نذكر مادونا، ستايل مادونا، ستايل الجنزات، سبايس جير. ايوه احس الكل يعني باك ستريت بوي. اي يعني اي فالثمانينات كانت ستايل هم بعد الجيم اني طلعت هبه الجيم النوادي يدجنها حتى الناس يعني قاعده تطلع من بيتها للنادي وعادي لبس الجيم. قبل كان عيب عشان تطلع انت يعني. فكان اللقناس الاخضر الوردي البنفسجي الاشياء الجنزات البلوفر اللي يكون داخل الأوفر سايز أو الستايل شوية حتى الكتافيات أيوة البيك شولدرز يعني شولدرز. فهاي طلعت بالثمانينات. تسعينات كانت ميكس داشة وايد على الثمانينات، طلعت في هبة الهيب هوب هم بعد بالثمانينات، داشت على التسعينات طلعت ستايل الهيب هوب. التسعينات وايد حلوة خلاص، بعدها نمشي لليوم الألفين وقاعد تشوفون السيارة ترجع أيوة لورا. أيوة فاشن يعني شوف إيش كثر مر بمراحل لين وصل حق اليوم. ومع هذا احنا ستيشن نقول لا في اشياء قديمه قاعد ترجع وفي يعني اشياء جديده قاعد تطلع وترند جديد قاعد يطلع. صح. فهذا هو الفاشن على قولتهم يعني دائره الدور بس سايكل على ما تلف الدائره كامل، فكل مره يطلع شيء ما قطع دمنا. ما تدري متى بيردوني هبوب بالشيء. لا وما تقطينا وغير عن شيء تستغلينا يعني بستايل ثاني. أكيد. عرفتي يعني مثلا تنوره عادي بسحته مثلا جيبون خدكم مثلا شويه مثلا منفوشه فرضا يعني. عرفتي ممكن شوي يعني تكسرين يعني، بس انه هذا الفاشن. شوف كل فتره زمنيه طلعت كانت معاها قصه، او كل فتره زمنيه طلعت كانت معاها ترند او انها هبه معينه يعني. صح. طلعت فيها لين وصل لليوم يقول لنا عم بصج يعني قاعد يرد يعيد السايكل. ايوه انا وايد كبير يعني. صح. فيها ثقافه لو بترجعين السنين اللي ورا وتشوفين لليوم اللي احنا شنو وصلنا يعني. اي زين فاطمه الحين سؤال، ذكرتي لي كل هالسنين ابى اعرف اي سنه تمثل شخصيتك بيور. الثمانينات. شوف احب السبعينات، السبعينات شوف احب السبعينات لان السبعينات طلع مني الفاشن خارج الصندوق، بس الثمانينات لان ستايل اقرب مثل ما قلت حق الستريت ستايل او حق ستايل شويه الفانكي، الجنزات مع الكعب او الملابس الرياضيه مع الكعب. فالثمانينات يمثلني وايد يعني وايد احبه. الحين راح نطلع شوي اوت اوف ذا بوكس عن الفاشن، راح نسولف عن الهوايه وهي الطبخ. تحبين الطبخ؟ ايش معنى الطبخ؟ شوف احب الطبخ بالذات الطبخ الصحي. احب الطبخ الصحي من ناحيه انه هو لايف ستايل مالي. أوكي. عرفتي يعني نمط ان انا عايشته، ما احب وايد الجنك فود، ما احب الصحي. ايوه اي صحي النظيف الطبيعي، يمكن اني احب الفاشن فحافظ هم بعد احب احافظ على جسمي. عرفتي جود ايمج وذ ا جود فاشن ستايل. ايوه اي يعني دائما الداخل يعكس الخارج. عرفتي وبعدين يعني الصحه حلوه، انا دائما اقول لهم الصحه حلوه يعني بالعكس، حلو ان مخك يكون نظيف، حلو ان صحتك تكون زينه، نفسيتك تكون فريش. ايوه اي تكون فريش يعني. فعشان كذا انا قمت اشارك وصفاتي. عرفتي وبالعكس الحمد لله وايد في ناس من بعد يعني صاروا يحبون الاكل الصحي او انه شافوه سهل. عرفتي قبل كان بس صعب او ماسخ او أكيد. بقول لهم لا اذا انت فكرت فيها راح تشوفون انه لايف ستايل اكثر من صح يعني دايت او رجيم او انه يعني مصطلح. عرفتي فاطمه الفاشن بلوج شنو رايك بمقوله ان الفاشن بلوج صار وظيفه الحين؟ يعني انا اشوف الكونتنت كرييترز اللي برا الكويت ياخذونها از فول جوب خلاص يعني they give up الوظائف ملوتهم. صح. ويطلعون من وظائفهم مع ان عادي يكون تورسكي ان هم يطلعون من وظائفهم. صح. وياخذون هالكونتنت انه هو لايف ستايل حياتهم وهذه وظيفتها طول عمرها يعني من الصبح. انا صراحه اسويها لان صدق انا سويتها واي جيف اب ماي جوب. والكل صراحه
نقد وقال لي ليش وشلون ووظيفتك ومكانك وزين بس انا مو لاقيه نفسي شلون. فشنو المعايير اللي ممكن الواحد يقرر انه هو ياخذ الريسك انه هو يلا انا ام جونا كيپ ات ماي فول جوب؟ اهم شيء تكونين عارفه مجالك، تكونين عندك ثقافه فيه، عندك خلفيه فيه، تطورين نفسك فيه كل يوم، يعني هذا وايد من اهم المعايير. يعني تركتي بصمه. ايوه تتركين بصمه راح تكبر اكيد. ايوه اي تتركين بصمه يعني. بس اهم شيء دائما اقولهم يعني طول ما انت مثلا بمكان تحبينه لازم يكون عندك دائما الفضول، دائما تكون عندك فضول مثلا بالشيء اللي ترد نزل، تكون عندك فضول رجع حق تاريخه قبل شلون طلع. فمني شوي شوي مني انت شوي شوي يعني تطورين نفسك، ومني بقول ان والله انت فعلا تستحقين المكان اللي انت فيه يعني عرفتي. او انه والله انه مثلا تاخذني الشركات، او انه مثلا احد يشوفني لما تطورين انت نفسك فيها عرفتي. او انت تثبتين مثل ما قلت تثبتين نفسك فيه يعني. بس ان الرزق عادي بالعكس، في وايد اصلا في وايد وايد طالعين بالعكس وظايفهم هي الانفلونسر، وبالعكس وايد يعني مجال حلو وايد يعني فتح يعني بيبان عرفتي. اكيد هو sometimes لازم you risk it in order يا you achieve او لا يا تصيب يا تصيب. ايوه ايوه لا لما تاخذين هذا الرزق لازم انت مثلا عارفه يعني خلاص انت مثلا ماخذته وعارفه مثلا مجالك عدل، او انه يعني خلاص عندك يعني ثقافه فيه كافيه صح، يعني ملمه فيه من كل الجوانب يعني. اكيد اي فيعني بالعكس هو بالعكس فيها وظيفه حلوه، فيها مستقبل حلو، فيها رزق حلو يعني. بس انه قلت لك اهم شيء انه تكون الثقافه موجوده فيه. أكيد. بس صحيح. فاطمه خلينا نقول احنا في بدايه شهرتك وان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله، شنو القواعد اللي تحرصين عليها في الشهره؟ اهم شيء انه ما اطلع عن خطي، اكون ماشيه باللاين اللي انا فيه. اهم شيء ان اطور نفسي في المجال انا كثر ما اقدر، اثقف نفسي فيه. واهم شيء ان يعني اعطي انطباع يعني حتى حق الناس يعني ان اعطي تاثير حلو من ناحيه الصحه، الرياضه، الكتب، الفاشن او نمط الحياه يعني. فاني هذا عندي اهم شيء يعني، يعني بالشهره هذا عندي اهم شيء ان اعطي انطباع حلو، او ان الناس لما تاثر فيني تاثر فيني بشيء حلو عرفتي. خصوصا الزمن مثلا الحين يعني، ف هذا اللي قاعد احرص عليه انه دائما اعطي يعني صوره حلوه. زي فاطمه وين تشوفين نفسك بعد 5 سنين خلينا نقول، او شنو الجولز اللي انت خلال 5 سنين تبين ان انت ان شاء الله توصلين لها؟ شوفي بعد سنه انا قاعد اشوف نفسي مكان وايد كبير، هلا بعد سنه بعد 5 سنين ان شاء الله يعني ان شاء الله يا رب انه بالعكس اوصل مكان وايد كبير، ومكان يمكن انا ما تخيلت اني انا اوصل له. بس انه اي يعني حاطه حق نفسي تارجت، وحاطه حق نفسي هدف، وحاطه حق نفسي طريق مثل ما يقولون. نقدر نعرف التارجت ولا السيكرت؟ سيكرت. مرات صدقين احس انه لما الواحد ما يقول كل شيء يتمناه او يحس فيه يكون افضل، لان لما انت تمشين وتتكلمين ما ابي اقول حسد او غيره، بس انه ما تضبط. فانا دائما اقول اي كيپ ات تو ماي سيلف، اخليها واقول ان شاء الله واسعى لقدام. لا شوفي مرات شنو اقول لك، يقول لك يعني مثلا ما تتكلمين مثلا بالشيء اللي تبينه، مرات ما يصير مو انه مثلا الناس، مرات انت عقلك الباطن كانه كون فكره انه هو صار بس هو ما صار عرفتي. فشنو اللي قلت انه لا تتكلمين فيه، خشي حقك عشان انه عقلك الباطن انه يصدق ان هالشيء هذا ما صار ولازم تروحين تحققينه عرفتي. اما لما تمشي تتكلمين فيه والناس يساعدونك او مثلا يناقشونك فيه، بتحسين خلاص كانك عايشه عشتي هالوضع إن الشيء تبين توصلي له، من انت احنا ما عشتي ولا اصلا وصلتي له عرفتي. فشو قلت دائما لا تتكلمين بسبه هالنقطه هذه عشان عقلك لا يصدق عرفتي. مو بس شيء ساعات انت تكونين راسمه بلان وحاطت له خطه وماشي عليه صح، وترفعين الاكسبكتيشنز خلينا نقول، بعدين يصير شيء اقل من الاكسبكتيشنز فتنكسرين. صح وساعات صح. اساسا هم انت تفكرين بلاين ويطلع لك لاين ثاني، يمكن تكونين كرييتيف فيه اكثر صح من الخط اللي انت راسمته حقك. أيوة أيوة. فالواحد يقول يعني يلا كيپ تو ذا فلو. ايوه ايوه شنو بصير وخش ايوه. ولما تلقين نفسك يعني عادي يعني تمشين مجالات مجال مجال، لما تلقين نفسك عرفتي. فبالعكس هذا شيء وايد حلو، نقطه حلوه انكم تصلون حق الشيء اللي انت تحبينه عرفتي، او ان الشيء اللي انت يعني تعرفين له يعني. طبعا اكيد فاطمه ما شبعنا منك حبيبتي. وصلنا مشاهدينا حق نهايه هالفقره، نشوفكم الفقره الجايه، نطرونا مع ضيفتنا. ورجعنا معاكم بعد هذا الفاصل.
فاطمة شلونك؟ تمام الحمد لله. فاطمة راح أسألك أسئلة سريعة وأبيك تجاوبين علي بكل صراحة بدون ما تاخذين وقت بالإجابة. إن شاء الله. إن شاء الله مستعدة؟ إن شاء الله مستعدة. أوكي، شنو قمة سعادة فاطمة؟ أني أمارس الشيء اللي أحبه. مثل؟ مثل الفاشن أو هوايتي السباحة. راح أعطيك فرصة للاعتذار، حق منو تبين تقدمينها؟ حق أي شخص أنا ضايقته بكلمة من غير ما أدري، معني أدري أنا ما ضايقت أحد الحمد لله، بس الواحد يغلط بني آدم. أكيد. فأنا آسفة إذا زعلت أو ضايقت أي أحد من غير قصد. الأغنية اللي تعبر عنك؟ ما في أغنية معينة، أحب أغاني عبد الحليم وايد أحبها، ممكن أغنية أول مرة أحبها، لأن دائما أول مرة البدايات دائما هي تكون حلوة بحياة الإنسان، يعني أولها صعب بس تكون حلوة، فهذه ممكن الأغنية اللي أقول يعني اللي أحبها يعني أو تعبر عني. يعني تعرفين كلماتها؟ أول مرة تحبي ما حفظتها عدل، بس أول مرة تحبي يا قلبي، أول يوم نتهنى نتهنى. أكمل ولا؟ والله حتى أنا محافظتها. أوكي، عادة فيك ودك تغيرينها؟ العناد، فيني العناد، أعاند يعني. ترى sometimes يقولك إن العناد شيء حلو، ممكن تكون صفة تميزك صح، بس إن هم مرات لا، مرات تكون في أشياء يعني مفروض ما أعاند فيها بعدين أتحسف وأعيدها، فيعني ممكن العناد هذه الصفة شوية اللي قاعد أحاول إنه ما أسمع نفسي فيها، عرفتي؟ فهمت عليك. يعني هذه شوية بس مشكلة زين عندي. زين فاطمة، أكثر هبة سويتيها وتحسفتي إنك سويتيها؟ ستايل البرنت أند باترنز، هذه ممكن أكثر هبة أنا ما أحبها، والستايل تكون ميكس أند ماتش، اللي هو يكون يعني تحت مثلا مشير يعني ستايل وفوق يكون مشير مثلا كاروهات مع مورد فرضا يعني. الستايل هذا برنت اند باترنز احبه بس ما يمثلني وايد، احب الساده، احب السمبل، احب اللي يكون يعني نفس اليوم ستايل التوتون، يعني اللي يكون نغمتين، يعني اللي يكون يعني موديله منه وفيه، عرفتي؟ فهمت عليك. لو قالوا لك بياخذونك كروز حول العالم ببلاش، منو راح تاخذين معك؟ رفيجاتي اللي احبهم. رفيجاتي المقربين حيل، بس يعني راح تكون بس يعني رحله بنات رفيجات. منو البلوجرز الافضل بالنسبه لك؟ كلهم احبهم للامانه، كلهم يعني بالعكس، كل واحده تعبانه على روحها وكل واحده قاعده تشتغل على نفسها صح، بس اذا بذكر اسم راح اذكر فاطمه العوضي، جس فاطمه. وايد احبها، احب ستايلها، احب لان هي يعني من الناس القله اللي فاهمه عالم الفاشن صح، عندها الجراه والابتكار، وهذول عنصرين وايد مطلوبين بعالم الفاشن. حلوة اختياراتها حق الملابس، أنيق وبسيط بس في كرياتيف، في إبداع. أغلى قطعة شريتيها؟ ملابس يعني ولا قطعة؟ ذهب. أحب الذهب. أكثر قطعة يعني إن شريتها كغالي عندي بلا يعني إن مثل يعني قلبة أو شيء يعني مثل السبحة يعني ذهب، هذا ممكن بقول لي أكثر شيء يعني، بس إن تقريبا يعني، أما بالملابس لا وايد، بالملابس بالفاشن وايد. مثل عطيني قطعة يعني كجاكيت مثلا. أقول سعر عادي؟ عادي. أوكي، يعني كجاكيت مثلا خذيته تقريبا جيب 900. واو على جاكيت. بس شوف أنا صراحة لما أخذ الشيء الغالي دائما أفكر إنه يكون تايمليس، أو إنه يكون يعني دائم بخزانة ملابس، يعني ما أخذ شيء إنه بس ترند أو هبة وينقط، لا، قطعة تراثية. أيوة يعني تكون يعني فيها الكواليتي وفيها التايمليس، إنها تكون خلاص دائمة، وهذه خاصة اللبس طول العمر وما تطيح موضة، هذه أهم شيء يعني. فاطمة أكيد تحبين السفر. أي طبعا. أوكي، دام إنك تحبين السفر، شنو أكثر سفرة سويتيها طلعتي عن منطقة الراحة؟ لما رحنا أوروبا، لما رحنا أوروبا رحنا دول، سوينا أكتيفيتي هذه طلعت وايد فيها منطقة الراحة، يعني صعدنا جبال، رحنا أماكن يعني، فيعني هذه أشياء إن خطرة بس طلعت فيها عن منطقة الراحة، أنا وايد أخاف المرتفعات، فيعني هذه أشياء أنا وايد جربتها بالسفر والحمد لله. الحمد لله. إنزين، شنو اللي استفدتي من هالسفرة؟ في شيء كذي أعطاك ضاف لك قيمة أو غيرت من شخصيتك أو؟ لا، إنه يعني إن يعني الدنيا حلوة والناس فيها ثقافات، فيها أجناس، يعني
يعني أنا أتوقع يمكن أكثر شيء يعني أكثر الدول اللي وايد نرتاح فيها إحنا الكويتيين لندن. لندن. أيوة أي يعني. مو بس الكويتيين الخليجيين بشكل ممكن. عام. ممكن أيوة أي يعني حتى سبحان الله حتى النوم كأنك يعني مرتاحين يعني ما تحسون إنكم بدولة يعني. عاد في لندن ريف وايد. أي فعشان كذي أما لندن نفسها يعني لا صدق كأنك يعني كأنك بالكويت. شكرا فاطمة. حبيبتي العفو. تفاعلش معي بالفقرة. حبيبتي. وخليكم الحين مع زميلاتي شيخة وسارة. ورجعنا معاكم مشاهدينا. فاطمة وصلنا معاك في فقرة مع أو ضد. أوكي. رح نسألك سؤال يا تكوني مع رح تحطين مع أو ضد تختارين ضد. جاهزة؟ أي. يلا شيخة شوفي يعني أنا أحب بالشوية مع أم ضد موضة الفاشينستات في الخليج. ليش؟ شوفي أنا مع من ناحية إنه عادي بالعكس إذا أنت عندك يعني محتوى وعندك يعني ثقافة وحابة الفاشن بالعكس أنا معك إنه بالعكس طلعي وتكلمي وشاركي الناس شنو الشيء اللي تحبينه. أما يعني مو ضد بس إنه يعني حلو لما تطلعين وأنت تكوني مثلًا فاهمة الشيء اللي أنت فيه. أكيد. يعني عرفتي فأنا بالعكس يعني مع بشرط إنه تكوني فاهمة عدل بس أنا حتى إحنا نلاحظ هالأيام أكو وايد فاشينستات مو قصورهم بأي أحد. أنا قاعد أتكلم سواء موجودين أو لا. ما يكون لها يعني she doesn't represent إنه باسم فاشينيستا. الفاشينيستا هي شنو؟ إنه representing كفاشن لها بالفاشن. بس الحين في ناس مجرد ما هي تسالف بكم كلمة whatever ما عادش الفاشينيستا. إيه ما هذا مشكلة قاعد أقولش يعني حلو تطلعين وتكونين فاهمة. أوكي طلع ما حد راح يقولش ما حد راح يمنعك وبحر وسيع مثل ما يقولون. صح. بس إن أهم شيء تكونين طالعة وأنت يعني فاهمة عشان موقفك يكون حلو. عرفتي يعني موقفك كلمتك. رايج مثلا ينسمع فيعني حلو تطلعين وانت عندك الشروط يعني شوف انا احس خلي ياخذون كلمه public figure وايد احسن لان public figure هي قاعد تقدم كونتنت مو شرط انا اكون باطار الفاشن مو شرط انا اكون باطار الرياضه مو شرط انا اكون باطار بيوتي انا يمكن اليوم انا بيوم من الايام ميك اب ارتست وميولي اخر سنتين ثلاث سنين شطح غير لدرجة إن لما تشوفين الأكاونت من ميك اب ميك اب ميك اب لي فاشن 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 وما تدرين يمكن شيء شنو خاش لي إن شاء الله بالأهم ويقولك الحين قاعد تقدمين مذيعة ما تدري صح والله ليش أنا أحب كلمة إنفلونسر أيوة إنفلونسر مؤثر أنا أحب إن فعلا الناس تأثر فيك يعني أبي أقل شيء إذا أنا ترى ما في أشياء ما استوعبها بس لما يقول إنك أنت قلت فأطالع أقول يعني فحسيت نفسي ان انا فعلا عندي هذا التاثير عشان كذا اقول لما تطلعون يعني بالعكس حلو انه يعني تكونين فاهمه وواعيه وان تاثيرك انت سواء بقصد او من غير قصد وايد ناس راح يتاثرون اكيد فكلمه تاثير حلوه سواء لاعب سواء الترافلنج هذول يعني مثلا أي. او الفودي او غيرهم يعني صحيح فالمؤثر بالعكس انا كلمه هذه وايد يعني احبها زين مع ام ضد ان السوشيال ميديا أسوأ شيء صار بعصرنا الحالي لا ليش هو أسوأ شيء لا مو أسوأ شيء توهقت لا شوف هي قالت لا بس حطت معاه هي بتذكر يعني شنو الجواب عرفتي لا ضده مو أسوأ شيء بالعكس بالعكس هو مو أسوأ يعني بالعكس وايد حلو يعني وايد غير حياة ناس وايد ناس يعني لقت روحها مثلا بالميديا يعني عرفتي وايد حلو بالعكس يعني وايد حلو غير عن كذي يعني صارت هم بعد رزقه حق وايد ناس يعني صارت انك وظيفه حلوه ووايد ناس لقت روحها فيها وان ابدعت اكثر من المجال اللي كانت هي فيه يعني عرفتي بالعكس انا يعني نهائيا مو ضد يعني بالعكس مع واي شخص دائما اقول اي شخص عندك محتوى عندك فكر حلو عندك كرييتيف ابداع موهبه بالعكس اطلع وشارك فيها يعني اكيد صح مع او ضد الحواجب التشاينيز لا مع حواجب تشاينيز حلو بس ما عليك العين يعني أوكي. بالعكس يعني لما أقول بالعكس حلو بس إنه ممكن في العين اللي تكون مثلًا يعني شو أقول لك يعني نعسة خلينا نقول أيوة أي ممكن ما أحب مثلًا وايد ضعيفة بالعكس أحب العريضة أحبها يعني بس أحس الهبة العين شوفي هي ردوا عاد إعادة جدولة الهبة قبل صح. كانت مرتفعة بس ضعيفة الحين أيوة. مرتفعة بس عريضة قاموا يروحون حق البولز آيبروز أكثر من إنها تكون ضعيفة أيوة صح أي فبالعكس بس إنه شوف أنا نهائيا ما عندي أي اعتراض مع أي ترند
بس حلو في انه يتطور، حلو في انه يجدد، عرفتي؟ يعني أي. مثلا انا قبل مثلا ما كان حلو علي مثلا كذي الحواجب محل، لا من قمت احس مثلا حلوه علي، عرفتي؟ صح. ممكن مثلا تشاينيز مو حلو علي الحين بس يمكن بعدين تطلع حلوه علي. فما اقدر اقول عن الترند هذا احبه او ما احبه عشان لا البس انا بعدين، عرفتي؟ تصير ايوه تحسن صح اي. فبالعكس معه، وبس انه حلو انه تطورين فيها. بس فاطمه كانت حلقه ممتعه، بس احنا وصلنا لختام هالفقره. طبعا حبيبتي فاطمه نورتينا في استديو الموضه، وانا صراحه استفدت بكل حقبات زمنيه للموضه وايد عجبني ان انت اختصرتيهم كلهم، فمشكوره ان انت اعطيتينا هالمعلومات القيمه نقدر نقول. وانتم بعد مشكورين وايد، مشكورين وايد على الاستضافه، انا صدق مستمتعه اليوم وايد حبيبتي، استمتعت حيل في البرنامج. وصلنا طبعا للفاصل ورادي لكم بالبرنامج ان شاء الله. طبعا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مشاهدينا. شلون كانت الحلقه بنات سارة؟ صراحه انا تعلمت تيبس اكثر عن الفاشن، وفي اشياء يمكن ما كنت اعرفها. صدق انا صراحه اللي ما كنت عارفه ان كل موضه كان لها مرجع ولها قصه، خصوصا لما يردون عليها هالوقت، فانا وايد استفدت من هالناحيه هالموضوع. مضي اسئله سريعه، اسئله سريعه اللي حبيت بسئله سريعه ان كانت سريعه وصريحه وجريئه بعد بنفس الوقت. حبيت ان هي وايد عطتك من 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 جانب شخصيتها بالفاشن بالضبط. وتعبرت صراحه بكل صراحه، فوايد حبيت ان هالشيء حتى انا. نتمنى مشاهدينا يكونوا حبوا الحلقة اليوم. أكيد أعزائي المشاهدين وصلنا حق نهاية فقرتنا لليوم، ونهاية الحلقة أكيد إن شاء الله نطرون الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وضيفة جديدة ومعلومات أكثر إن شاء الله. نشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة. نشوفكم على خير، في أمان الله. في أمان الله.